السلام عليكم، معكم منذر من قناة Infinite Gaming، واليوم رجعنا لكم بلعبة قوية وهي Snow Runner. يا جماعة والله أنا متحمس كثير، اللي ما شاف المقاطع اللي طاف يضغط هنا علشان يشوف هذا المقاطع، ولكن خلونا الحين ندخل في هذا اللعبة الجامدة ونراويكم مقاطع من هذا اللعبة المتميزة جدا بصراحة. هذا اللعبة لكل محبين الفرود يا جماعة، هذه هي اللعبة، هذه هي الوقت انك انت تسوي سبسكرايب على القناة هذه وتعمل لي لايك. Alright. طبعا هذه اللعبة عبارة عن سيارات تروح في الوحل، فرود ما فرود، يعني تقدر تدخل في مكان ما في سيتي، مكان مش سيتي بتاتا يعني. حلوين. فعندنا هذه السيارة مبدئيا كذا، طبعا عندنا مهمات لازم نسويها، فخلوني انا اشرح وراويكم كيف ممكن انه نسوي هذا التاسك مع بعض. طبعا ممكن تسوي الكاميرات داخل برا، تشوف هذا الوحش ما شاء الله جرافيك ممتاز. اوكي كيف نشغل السيارة؟ alright اوكي function يعني دائرة. روح شوف الانجن، شوف الانجن يا ولد، شيل هاند بريك ودوس عليه. اوب اوب لا حول الله، يزحلط يزحلط يا جماعة، يزحلط يا جماعة، صح انما الفرود ذا. يلا يلا شيل عليه. اوكي شنو هذا؟ درايفنج لونج جير، اوكي يعني مال الجير العميق، اوكي يعني نشوف انا غرست الحين. alright فوش اسوي؟ اسوي مربع. اوف شغلت الدبل يا سارة، شغلت الدبل. شوف 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 الغرازة هذه، يا ساتر يا ساتر يا شباب، والله ان انجويمنت انجويمنت بلا حدود، انفينيت انجويمنت ما شاء الله عليه، انفينيت انجويمنت، هذا نفس انفينيت جيمنج يعني. الـ ها شغاله هذه، شوفوا كيف. طبعا يعني التحكم نوعا ما صعب لانه مثل ما شايفين وحل، فيزحلط يسوي زحليطه. طبعا ما يحتاج ان نحن نشغل الدبل 24 اور عشان ما يصرف البترول، طبعا انتم عارفين هذه المعلومه، خاصه رعاة الفور ويل، جيب ما جيب، كروزر ما كروزر، هذا الحركات مال، فهمت كيف؟ لا الحين انا مطلوب مني اروح في ذيك العلامه مال الاستفهام. طبعا مثل ما شايفين هنا لحظه مش هنا، اوكي هذا البارت اللي ممكن تراويهم، يعني شوفوا هذه المنطقه تقدر تشوف اي شيء، وش العطلان عندك. فلغايه الان ما في شيء عطلان. طبعا عندك نظام الونش اتاتش ونش، وعندك هذا الامور اللي هو ستوب انجن وتشينج تراك. طبعا مبدئيا كذا انا ما عندي شاحنه ثانيه، ما عندي سياره ثانيه، ف لغايه قدام بنعرف وش الاشياء اللي متوفره. فالحين اللي علينا نسوي نستحمل ونسوي مهمات عشان نجمع فلوس اكثر وبيكون عندنا سيارات قنبله يا ساده. طبعا في نظام فيول، في يعني في محطات بترول تعبي، طبعا في مهمات في الاماكن الصعبه. طبعا مثل ما انتم شايفين هذا الشارع متسكر، فاتوقع انه مطلوب منا alright reading train. اوكي المطلوب منا اتوقع انه نبدا الادفنتشر نوعا ما، ولكن هذا الوحل قوي. اوه اغرز، شوفوا كيف شوفوا كيف، لحظه لحظه لحظه، شغل دبل يا ولد، شغل دبل يا ولد، شيل عليه شيل عليه شيل شيل، شوف 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 السائق، شوف السائق شوف السائق، مدهدر مدهدر يا ولد، والله انه روعه. او 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 ماي ماي، بيزيد بيزيد الوحل، بيغرز السياره، شوفوا شوفوا، لا 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 لا، يقولك وش دنجر دنجرس، يعني مستوى الماي بدا يدخل في الماكينه يا ساده، يعني امور السيارات انتوا شباب فاهمين، يعني ما في داعي انه ندخل في الديتيلز. الله عليك الله عليك، شوف 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 تزحلط، شيل عليه يا ولد شيل عليه يا ولد، لحظه لحظه هنا هنا هنا، لحظه اسكر الدبل اسكر الدبل. alright سكرنا الدبل، طبعا هنا في محطه. الله 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 الله، ماذا انت بفاعل يا كبير، ماذا انت بفاعل. طبعا هنا في محطه alright يقول لك 75 alright يعني بنطل alright حلو 80 على 80 امورك سلوكو، اضغط كذا ارجع ورا alright
طبعا هنا مثل ما شايفين يا جماعة على يد اليمين في اللي هو اوتو وفي مثلا تخلوه مانوال، فهمتوا كيف؟ يعني ممكن انك انت تسوق بنفسك وممكن تخلي اوتو، ففي كل الاحوال انا بخلي اوتو. نشوف هذا المكان وين. alright مش هنا. اوكي هنا. طبعا هنا مثل ما تشوفوا عندنا المبلغ والسيارة وكل التفاصيل. هنا المهمات اللي علي اني انا اسوي. طبعا عندك مهمات كثيرة مثل ما انتم شايفين، عندنا هذا الجوائز، عندنا هذه الامور، اتوقع هذه الامور كلها لازم نسويها، ولازم لازم لازم ضروري جدا ان نحن نخلص هذه المهمات ونجيب سيارة قوية. طبعا هذا اللعبة مش فقط سيارات تشتري، وانما حتى السيارة القرنبع هذه تقدر تزودها، ترفعها سبرنجات خفيف، رنجات 16 ألمنيوم، هذا الحركات فاهمينها انتو يعني. فما نطول في الكلام يا جماعة، ندخل فرود قليلا. أيوة زحلطة خفيفة. أيوة طبعا سيارة تتدمج، يعني تتدمج معناته كيف؟ معناته ان انت اذا دعمت فيها وكذا سبرنجات ما سبرنجات مكينة ممكن تخترب السيارة، فلازم انك انت تصلح. عموما انا الحين في وحل مثل ما شايفين يا جماعة، والله انه الامور ما سلوكم، تغرزت السيارة. ما علينا، الحين علينا نروح هذا الاستفهام، مكتوب لك find watch tower. watch tower الله عليك، watch tower. زين هذا ال watch tower. alright alright حلوين. زحلطة. ايوه هنا 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 يا سادة، هنا يا سادة. من بعد ما عبينا البترول اديله في الكلتش. لا 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 لا، بدينا نغرز يا شباب، بدينا نغرز. لا 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 يقل. اوكي اشتغل دبل، اشتغل الدبل. يا ساتر والله جرافيك عميق، والله جرافيك يعني ودو. جميل 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 جميل. شوفوا حتى السبيد يعطيك السرعة اللي انت فيها. ممتاز ممتاز مبدئيا كذا جميل جدا. اتوقع ترى اتوقع انه في اماكن يعني راح نتغلق، لان هذه السيارة ما يعني قوية كفاية. alright good job you risking will release a map. alright يعني اللي فهمت من هذا انه هذا المكان، اوكي هذا المكان يعطيك خريطة، اتوقع يفتح لك الخريطة ومهمات وهذا الامور. والله يا جماعة ادوني لايك، ادوني لايك وسبوني عيش، اعمل لي سبسكرايب يلا. طيب الحين نحن خلاص سوينا، فسوي سكيب امور طيبة. خلونا نستمتع في الوحل قليلا ونشوف هذه السيارة مدى قوتها. طبعا هذا الاماكن اكيد بيكون فيه اشياء ممكن نحن نسويها. طبعا راح تحصل على اشخاص طابقين في الوحل يحتاجوا مساعدات، فانت ممكن تساعدهم. وطبعا هذا اللعبة يدعم الاونلاين، يعني نظام تلعب مع صاحبك وهذا الامور، فهمت كيف؟ الله 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 لا 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 لا، شيل عليه شيل عليه، الله عليك. شوف كيف ممتاز ممتاز. شوف شوف السائق، شوف السائق يتمكن من الخروج. ايوه طبعا انت تتحكم بالكاميرا يا جماعه، انت اللي او دمجنا الماكينه. سلامات سلامات. او دمجنا الماكينه يا جماعه. اوكي شوفوا هذا المكان، هذه مهمه، هذه مهمه يا جماعه الخير. كيف ممكن اسوي هذا المهمه؟ محتاجين الونش، بس انا ما عندي ونش، فوش اسوي؟ اوكي يعني ما بيضبط لان سيارتي مش هو هذا المكان. مثل ما انتم شايفين عبارة عن مصنع خشب اتوقع، فشي طبيعي بحتاج شاحنة كبيرة او اللي هو الشاحنات اللي تنقل الاخشاب، فسيارتي صغيرة نقطة، ولكن لن استسلم. تاون اوكي تاون يعني هنا يعني البلدة، فخلونا نروح من هنا
والله انه عجيب روعه. انا بصراحه يعني مندهش من نظام ال شوف 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 لا 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 بشويش يا راجل بشويش دال جاء والله جالس اتدمج تراني. اوكي فخلينا نشوف وش اللي ممكن نسويه هنا. اي اوكي وش المهمات السهله اللي ممكن اسويه؟ alright طبعا انا احتاج اجمع فلوس الحين، راح اجمع فلوس وراح ازود السياره بخليها سياره ممتاز، راح ارفعها خفيف كذا 3 انش على الخفيف. وش هنا مكتوب؟ لمبر ميل. alright تاون، وصلنا داون تاون يا شباب. هذه السياره بطيئه جدا. زين وش المهمات اللي ممكن اسويها الحين؟ في اي مهمات ممكن اسويها الحين؟ اوه اوه زحلطة. لا 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 اوه لا دمقنا السيارة. الحين بنروح ناخذ الشاحنة يا جماعة علشان نبدأ نجمع القليل من القروش. الله عليك على الدرفته، الله عليك على الدرفته، ما يهمك في البطر عقبك ترى. جير واحد على الخفيف، عطى هند بريك. لا حول الله كسرها السيارة يوم سويت هند بريك. alright طبعا يعطيكم حتى بالكم متر كيلومتر بالضبط، ولكن اتوقع الحين راح يكون في صعوبة، راح ارجع في الوحل مرة ثانية. انا ضروري اجمع فلوس يا جماعة، احتاج اني اجمع فلوس. والله اني ناوي ازود السيارة، اخليه زيارة جب. اوه لا يا راجل لحظة لحظة لحظة. alright الحين غايته. ميزة الدبل عجيبة، يعني الدبل وظيفته لا زين. اوه شوي شوي يلحق عاد الحين مطر، يعني زدنا الطين بله. هذا هو المثل اللي يركب فيه يوم يقولوا لك زاد الطين بله، هو هذا. alright يعني من هنا اوه ماي جاد. شفتوا هنا على يساري تحت الفيول هنا يصير في دمج. طبعا هذا المكان صعب جدا ان تطلع في تلاله قويه، ولكن ما في شيء صعب على الوحش. لا 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 اغرق، انا كسر احتاج وينش. اوكي شوفوا 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 جلست اطلع. اوكي لا ريليز ريليز وينش مرة ثانية. alright خلينا نطلع خلينا نطلع. اوكي اوكي مرة ثانية. اوكي هنا. alright شوفوا كيف الحين بسوي بول. اسحب يا ولد اسحب يا ولد، شيل 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 ما يوقف. ايوه الله عليك استاذ استاذ في السواق استاذ. نجونا بعجوبه. اوكي هذا جالسين يفهموني كيف اسوي ريليز وحركات. طبعا هي لعبة جديدة فما جالي العبها من قبل، فلازم اتعلم كيف طريقة اللعب. او ماي جاد تضرر الماكينة والجير بوكس. اوكي حصلنا على كل اللي نريده. alright 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 new track discovery يعني حصلنا على يس. اوكي الحين كيف نشيل هذا الموتر؟ يبنى بالموتر. اوكي تراك
لحظة سكرنا الماكينة. اوكي change track. هلو العب يا ولد. شوفوا كيف جاءكم الوحش. اوكي الحين نحن هنا فلازم اروح اسوي مهمة. فمهمتي وين بتكون؟ وين هذاك المصنع؟ مصنع مصنع وين كان المصنع يا جماعة؟ اتوقع هذا. ايوه لا هذا انا ابغى اروح هنا. ايوه يا حبيب جاكم الغوازي يا سادة جاكم الفلوس. والله اني راح اجمع وما بشتري سندويكة. بجمع 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 لين ما زود الموتر. والله ترى خليه فرود حقيقي يعني درجة اولى. ايوه اوكي طيب يا جماعة وصلنا في هذا المرحلة واللي هو المفروض ان نحن نسوي بعض المهمات. طيب مهمة اليوم اتوقع ان نحن نحتاج نحمل بعض الاغراض. طبعا نفتح الخريطة الحين نشوف وين اللي راح نوديه. وش من اللي يحتاج الاغراض؟ من اللي يحتاج؟ خلنا نشوف خلنا نشوف. اوكي وش المهمات عندي؟ هذا هو المهمات. اوكي alright اشيل من هنا اوديه وين؟ اول بريدج. اوكي حلو خلنا نعلم عليه. ممتاز اللعب جميل. خلاص من بعد ما علمنا عليه حان وقت لي اتغريزه يا سادة. حان وقت التغريزه مثل ما شايفين داخل هذا النفرات. اسم محمد باكستاني محمد مدير. هذا مدير كبير داخل باكستان ما يحصل هذا. طبعا الحين في طين مثل ما انتم شايفين فيفضل ان نوقف نحطه في الدبل ونبدا الشغل. يا ساتر طبعا خلينا نشوف وش وين المكان المناسب لانه هنا. اوكي طبعا هذا انسب طريقة اتوقع بس بيتعبنا لانه هنا مثل ما انتم شايفين يا سادة هناك مجرى وادي. مجرى وادي خطيرة جدا ولكن ممكن ان احنا نجي من هنا نوعا ما ونختصر ويكون شارع نظيف لغاية هنا. فما هو المقترحات يا سادة؟ انا اقترح الف يمين. لا الف يسار. ريس رايح. alright فلنبدأ. هذه كانت احد شاحنات ومهمات الصعبة التي لن انساها بعد اليوم. والوقود على وشك النفاذ. يلا عاش. لا لا الحين ما يحتاج دبل ما يحتاج. عطى اوتا حبيب. عطى اوتا. عطى هرن. عطى عطى يا ولد. شوفوا كيف شوفوا كيف الطينة شوفوا كيف الطينة ما يوقف يا ساتر. ايوه روح روح محمد منير. هذا داخل باكستان داخل شادي يسوي عروس. لازم في جمع فلوس شغل نهار ليل ما يوقف. لا 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 شوفوا هنا بيتعب لي المشكلة. روح الله عليك الله عليك يا حبيب والديك ما يوقف. انا لازم اسوي زواج صورة 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 زواج. هذا داخل حطب مشان نمبر 1 ميد ان تشاينا. ايوه واخيرا طلعنا للشارع العام. الشارع العام يا سادة اتمنى ان ما يكون في وحل. يا ساتر شوفوا الجرافيك شوفوا داخل هذا محمد منير. ايه لا لحظة شوية يا حبيبي سوق سينا ولا بعطيك رفض. طبعا هنا المفروض اني انا انزل الاخشاب علشان نبني احد الجسور يا سادة. بصراحة لعبة ممتازة هي لعبة ممتازة مهمات صعبة راح تعجبك. هذا طبعا انلوك ابو شوفوا 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 واخيرا يا سادة بنينا هذا الجسر وبنينا الشارع. الله عليك ضربنا 2100 كاش. بروفايل بالانس عندي 8350 نجمة.
على الشغل النظيف اللي قدمته. بصراحة عجبني اللعب كثير من بعد ما انجزنا هذا الجسر. اتمنى انه اعجبك الفيديو، اضغط لايك وسوي شير وسبسكرايب. الى ان نلتقي في فيديوهات ثانية، سلام.